هللويا هللويا. سانتوريني وميكنوس من الجزر المشهورة قوي في اليونان، بس أنا النهاردة عايزة أكلمكم عن جزيرة تانية خالص اسمها تينوس. تينوس جزيرة بعيدة شوية في جنوب اليونان، وممكن تكون ما سمعتش عنها لأن هي ما فيهاش حاجات كتير قوي تتعمل، بس هحكي لكم شوية عنها دلوقتي. الفيزا بتاعتها هي شنجن فيزا برضو لليونان، محتاج تقدم ورقك بوقت كافي، محتاج تبقى عندك إثبات ان انت هترجع، لأنه في ناس كتير مصريين أو من جنسية تانية بيروحوا يكسروا، لأن هي كمان تعتبر قريبة قوي من أقرب الدول لينا بعد البحر المتوسط، وبتحتاج برضو تقريبا حوالي 15 يوم عشان يردوا عليك. بعد كده بتبدأ تشوف ايه التذاكر، هتحجز على انهي طيران. انا روحت ساعتها على ايجيبت اير، وكان تقريبا تكلفته من 5 ل 6 آلاف جنيه، خدت وقت تقريبا ساعتين بس. دي برضو من المميزات بتاعة اليونان ان هي قريبة قوي واسعارها نسبيا معقولة. طبعا برضو بتختلف من سيزن للتاني، لان ممكن تروح في وقت تبقى شوية اغلى من كده. بالنسبة للإقامة هناك، ممكن تلاقي أوتيلات بتبدأ من 28 يورو وانت طالع، وممكن كمان تلاقي حاجات أقل شوية لو دعبست. إحنا عملنا إيه هناك؟ روحنا ساعتها أشهر كنيسة الناس بتروح تزورها أصلاً هناك، اسمها Our Lady of Tinus، وهي كنيسة لطيفة قوي، بيقال إن هي ظهر العذراء ظهرت فيها لراهبة هناك وقيت لها على مكان أيقونة معينة، وبقت الناس بتعمل زي حج للقرية دي عشان يروحوا يشوفوا الأيقونة دي. كمان حاجة حلوة قوي ممكن تعملوها لو رحتوا قعدت وقت شوية، تأجروا عربية وتطلعوا تتفرجوا على الجبال من فوق، وشكل البحر طبعا، بحر متوسط كله قدامكو. فدي حاجة كان لازم نعملها، لأنه لو فضلنا قاعدين تحت يعني في البلد نفسها مش هنشوف حاجات قوي، فأنصحكوا تعملوا الموضوع ده. بالنسبة للأكل، اليونان بلد شبهنا قوي في حاجات كتير، من ضمنها الأكل. عندهم مثلا أكلة زي المسقعة بيأكلوها زينا بالظبط، وبيقولوا عليها برضو نفس الاسم. زيت الزيتون بيستخدموه في كل حاجة تقريبا، على طول موجود على سفرتهم، والزيتون وكل بقى مشتقاته دايما موجود عندهم، ويعتبر رخيص نسبيا، مش حاجة غالية قوي. كمان افتكرت في الأكلات حاجة مشهورة شوية شبه الشاورما عندنا، اسمها السوفلاكي، حاجة لطيفة قوي، ساندوتش لطيف جدا، وتقريبا كان سعره 3 يورو أو 4 يورو، والناس بتشتريه كستريت فود هناك. النايت لايف هناك، عشان هي قرية صغيرة وأغلب اللي فيها ناس كبار أو سنهم كبير وبيشتغلوا في الصيد وحاجات زي كده، فما فيهاش قوي نايت لايف، لكن ممكن تقدر تتمشى وتشرب قهوة، تشرب أي حاجة أنت عايزها، هو ده اللي تقدر تعمله بالليل. بالنسبة للمواصلات أو إزاي أصلاً توصل لجزيرة بعيدة كده، لازم أول ما توصل أتينا بيبقى فيه أماكن بتحجز منها الفاري أو المركب اللي هتوديك، وأسعارها بتختلف على حسب سرعة المركب وعلى حسب كام جزيرة هتعدي عليها في السكة. إحنا تقريباً حجزناها بحوالي 40 يورو، وهتلاقي طبعاً أقل. هناك مفيش قوي مواصلات لان هي يعني جزيره صغيره، لكن اغلب الناس بتتحرك، لا اما تاجر عربيه لو انت هتقعد الوقت اللي انت قاعد فيه ده، ممكن تتمشى على رجليك لو عايز تلفها كلها تقدر تلفها، لكن لو هتطلع على الجبل طبعا هتحتاج عربيه. مفيش ابلكيشنز في البلد دي لان هي يعني حاجه صغيره زي ما كنت بقول لكم، بس الحاجات الحلوه قوي اللي في تينوس، واللي انصحكم لو عايزين تروحوا ليت اصلا تروحوا تينوس، عشان ثلاث حاجات: ان هي بلد رخيصة نسبيا او جزيرة مش معروفة قوي، فمش عليها الدوشة اللي على جزر تانية. من تينوس نفسها تقدروا تروحوا الجزر التانية اللي حواليها برضو بالمركب، تأجروا او تعملوا التذكرة بتاعتها تحجزوها من هناك. كمان هتختبر في الجزيرة دي انه الحياة بسيطة، ممكن تقعد وقت كده تريلاكس وتهدى وتعيش الحياة بتاعت الناس هناك. اليونان بشكل عام بلد لطيفة قوي وشبهنا، يعني في حاجات كتير في الأكل وفي العادات والتقاليد والثقافة بتاعتهم، بس يمكن في مكان بعيد شوية عن العاصمة زي تينوس هتبقى محتاج شوية كلمتين يوناني كده تمشي حالك بيهم، زي كلمة إفخاريستو واللي هي كلمة شكراً.